توفي الفنان والشاعر المصري الغنائي والمنتج سامح العجمي عن عمر يناهز 54 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة. وأعلنت زوجته المنتجة إيمان خليل نبأ الوفاة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله عشرة عمري وأبو أولادي وصديقي سامح العجمي. وأضافت: ستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العشاء من مسجد مصطفى محمود، مطالبة جمهورها ومتابعيها الدعاء وقراءة الفاتحة له. وحرص نجوم الفن والغناء على نعي الراحل، فكتب الفنان حميد الشاعري عبر صفحته الرسمية قائلا: صديق العمر الشاعر سامح العجمي في ذمة الله. كما نعاه الفنان المصري مصطفى قمر قائلا: توفي إلى رحمة الله أخي وصديقي ورفيق المشوار الشاعر الكبير سامح العجمي، ادعوا له بالرحمة والمغفرة، هو محتاج دعواتكم دلوقت كلكم. ونعاه الكاتب والسيناريست مدحت العدل عبر صفحته بتويتر حيث قال: إن لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الشاعر والصديق سامح العجمي، تغمده الله برحمته الواسعة. ويذكر أن سامح العجمي كتب عددا كبيرا من الأغاني، منها ليلة حبيبي مع سميرة سعيد وده اللي شاغل بالي والحلو حلو وعلى كيفك ومن جده مع إيهاب توفيق وحد غيري مع شذا والأيام مع سمية. كما أنتج سامح العجمي عددا من الأفلام السينمائية مثل رامي الاعتصامي وحظ سعيد للفنان أحمد عيد وبتوقيت القاهرة، الذي كان آخر أعمال النجم المصري الراحل نور الشريف قبل وفاته، وفيلم خان إليك الذي أنتجه عام 2016 وكان آخر إنتاجاته السينمائية. رحم الله الفنان الراحل وأسكنه فسيح جناته وألهى ما أهله وزويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.